تدعيم الشباب بتسهيل وتذليل كافة العقبات التي تقابلهم. كان قرار جيد جدا ولقى قبول كويس جدا، وأنا شخصيا عملت دعوة لبعض البنوك اللي هتساهم ب5% في جمعية المستثمرين في 15 مايو، ولكن الإجراءات المطلوبة عشان ياخد 5% إجراءات كثيرة جدا ومعقدة جدا. يعني على سبيل المثال، المنطقة الصناعية في مدينة 15 مايو ولا مصنع خاد هذا القرض. ليه؟ الإجراءات المطلوبة للبنوك مجموعة صعبة جدا. النهاردة المصنع الصغير أو المتوسط أو فوق المتوسط عشان يطلع رخصة له إجراءات كتيرة جدا. لما قالوا سياسة الشباك الواحد دي سياسة جيدة جدا، ولكن بدأوها سياسة الشباك الواحد النهاردة بتروح تقدم على المشروع بيقول لك هات لي مواصفة البيئة، بتروح تجيبها له طبعا من جهاز. إذن الشباك ما عادش له دور أساسي، يطلب منك 18 مواصفة جهة رقابية. ال 18 جهه ما همش مش اختصاص الشباك الواحد ان هو ياخد القرار. احنا عايزين الحكومه الشباك الواحد يكون صاحب القرار في تفعيل، ياخد يتخذ القرار مع المستثمر او مع صاحب المشروع. هنا هنسهل وهنزود المشاريع الصغيره. لما نعمل له قرض ب 5% يكون في تسهيلات. النهارده المستثمر عشان يفتح مشروع ولو صغير او متوسط بيستلزمه مجموعه من القرارات عشان يطلع اجراءات رخصه عشان ياخد موافقه دفاع مدني. النهارده المصنع بيبقى تكلفته، المصنع الصغير بيبدأ من 3 مليون، بيحتاج شبكة دفاع مدني بتتكلف 3 مليون. احنا عايزين نسهل الإجراءات دي. طيب خليني أسألك مرة ثانية، يعني أنا عايز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون خاضعة لوزارة الصناعة ووزارة الاستثمار، يا إما يكون لها وزارة كاملة اسمها وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها صاحبة القرار في تفعيل أي اتخاذ أي قرار. طيب هل حضرتك في 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 اتحاد الصناعات هل تقدمت بمشروع مماثل؟ هل جمعت تلك المقترحات والشكاوى أيضا وتقدمت بها للحكومة بحيث أن هي تقوم بتذليل العقبات دي أمام المستثمرين وشباب المستثمرين ولا لا؟ حقيقي بنتقدم بالمشاكل دي. يعني أنا النهاردة أي مشروع بيقام بيبدأ في هيئة التنمية الصناعية. هيئة التنمية الصناعية بتطلب منك مجموعة اشتراطات عشان تبدأ تطلع رخص. الكل في اتحاد الصناعات يعلم تماما قد ايه ازاي اطلع رخص، ومن هنا اتخذوا قرار من سنة ان هيبقى مشروع الشباك الواحد، واي واحد هيطلع رخصة لأي مشروع جديد بيبدأ من هيئة التنمية الصناعية مش للجهاز اللي فيه. يعني لو منطقة العاشر من رمضان ما يلجأش للعاشر من رمضان. فتكدست جميع الطلبات في هيئة التنمية الصناعية. طيب ده اقتراح طبعا يعني نثمنه ونتبناه ان تكون هناك وزاره، يبقى لها وزاره. نعم. يعني يبقى لها وزاره تكون صاحبة القرار في اتخاذ اي قرار للمشروع. طيب. ويبدا برخصه مؤقته، مش لازم ان هو يجيب موافقه الجهات كلها. نعم. مش هيطلع المشروع ومش هيشتغل، ودي سبب تاخر المصانع حاليا في مصر. احنا عايزين يبقى خاضعه يا اما لوزاره الصناعه وزاره الاتصالات. طيب وصلت الفكره، ارجو ان تبقى معي استاذ عبد الغني، واعود مره اخرى للدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل في جامعه القاهره. دكتور هشام، يعني الرئيس اطلق المبادره بصوره حقيقيه وايجابيه، واللي اشترك فيها بالفعل يعني لا يتعدى يعني 5 أو 10 بنوك على الاقصى، بان هم هيساهموا بدعم المشروعات الصغيره 200 مليار. لو وجدنا أن الذي صرف للشباب طبعا بوضع العقبات ووضع العراقيل والإجراءات الكتيرة، كيف يمكن لنا أن نتغلب على إجراءات البنوك أو إجراءات المؤسسات المختلفة حتى يحصل الشاب على هذا القرض ويبدأ مشروع الصغيرة التي بدوره سيساهم بصورة كبيرة في الاقتصاد القومي؟ طب خلينا نتفق في البداية ونوضح على أنه المشكلة ليست في طرف البنوك، لأن البنوك بالتأكيد عايزة تشتغل وعايزة تضخ تمويل، لانه من مصلحتها انها توظف ومصلحتها انها تكسب. لكن هي المشكله انه من ياتي للبنوك لا يعلم لغه التخاطب مع البنوك. وهنا لما بنتكلم على الجهاز الجديد او لما بنتكلم على وزاره المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي كانت موجوده بالفعل ملحقه بوزاره التجاره والصناعه مع الوزير السابق، الحقيقه هي المشكله انه احنا عندنا في مفهوم المشروعات الصغيره والمتوسطه بنتعامل على انه كل مشاكله متعلقه بالتمويل، ودي نقطة البداية الخاطئة. مشاكل المشروعات الصغيرة المتوسطة ليست فقط مشاكل تمويل. هي بالتأكيد في مشاكل فنية، في مشاكل مرتبطة ب مشاكل مرتبطة بالعمالة. هي مشاكل مهمة إنه إحنا نتضرعها قبيل أن نصل إلى مرحلة التمويل. لكن هي نقطة البداية أنه إحنا محتاجين الجهاز الجديد يكون ملحق ببنك للأفكار والمعلومات.
مسألة انه الشباب عليهم ان هم يتحركوا لكنه يعني انه بنك لتوليد الافكار. هذه الافكار يتم ترجمتها داخل هذا الجهاز الى دراسات جدوى يتحدد من خلالها المصنع هيتعمل فين، بأي تكنولوجيا هتيجي، تكنولوجيا او خطوط الانتاج هيجي منين، التدريب هيجي منين، عامل ازاي المشروع هيخدم او هيصور. طب المشروعات متشعبه والمشاكل متشعبه يا دكتور هشام، احنا عايزين نوحد. هل حضرتك مع اقتراح ان تكون وزاره معنيه ومستقله للمشروعات، بالاضافه ان يعني صاحبه المشروع وهي منازع عبد الرؤوف اتكلمت عن ان العقبات اللي بتقابلها هي عقبات يعني يمكن التغلب عليها؟ الحقيقه لن اغرق نفسي في متاهه اي من المستويات الاداريه، هل هو وزاره او جهاز او هيئه، لانه الحقيقه المساله مهم يبقى رؤيه واضحه. الحقيقه مشكلتنا مش في المستوى الاداري، مشكلتنا انه احنا عندنا بدايه على مستوى مصر ليس هناك حتى الان استراتيجيه واضحه وشامله للاستثمار للمشروعات الكبيره، ومن ثم ليس هناك ايضا استراتيجيه للمشروعات الصغيره المتوسطه. طب ده مش بيتعارض مع استراتيجيه مصر للتنميه 2030 يا دكتور؟ الحقيقه انا ما زلت مختلف مع العرض اللي تم على استراتيجيه مصر 2030، عرض على السيد الرئيس وكنت حضرتك ليك كتابات فيه وانا تابعتها بنفسي في اكثر من مكان. لا كان مهم انه ما يعرض على السيد الرئيس هو ما يكون عليه توافق داخل المجتمع. نعم. واقع الامر ما زلت بأكدر انه استراتيجيه مصر 2030 هي مجهود حكومي خالص، لم يكن هناك اسهامات كبيره من المؤخر هذه الاستراتيجيه. نعم. يعني اتحاد الصناعات، جمعيه تجاري الاعمال، الاتحاد العاملين، يعني مهم جدا انه كل اطراف المجتمع تشارك في استراتيجيه مصر 2030. نعم. يحدث عليها توافق، ثم فيما بعد حينما تكون هي استراتيجيه مصر وليس استراتيجيه حكومه بعينها، من ثم يتم عرض الامر على السيد الرئيس في النهايه. تمام. طيب خليني اسمع مره ثانيه يا دكتور هشام، عفوا مره اخرى، خليني اسمع منازع عبد الرؤوف وهي صاحبه لمشروع صغير. مناز يعني تحدث الدكتور هشام وتحدث ايضا استاذ عبد الغني الاباصيري عن ان العقبات وعن ان يعني ما يقابل اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه يعني يتلخص في الجانب الاداري فقط، لكن ربما يكون لك راي اخر وربما تكون لك رسائل معينه ومحدده يعني ترغبي في ان تعرضيها على المسؤول من خلال شاشه النيل الاخبار. انا بصراحه متفقه مع دكتور هشام اللي حضرتك كان بيقول انه هي مش قصة تمويل. أي حد لو يعني دور على حد يموله شغله هيلاقي، هي دي مش مشكلة. أنا من خبرتي بعد 3 سنين المشكلة إنه في صعوبات كتيرة الواحد بيقابلها في السوق نفسه، غير السوق الحكومة بتعامل المشروعات الصغيرة أكنها مصانع كبيرة. يعني أنا كضرائب ككل الحاجات اللي أنا مفروض بعملها كشركة مسجلة بتبقى صعبة قوي ان هي توقف الشركة على رجليها. دي حاجة احنا بنطالب بيها، بس طبعا ما حدش بيسمعني. انا شخصيا ما بقعد اقول لاختي طب احنا نروح نتكلم مع مين هيقدر يساعدنا في المشكلة دي. كل ما حاول نخش بطريقة نحاول يعني نتجانب اي مشكلة بنلاقي مشكلة اكبر ان احنا نحاول نحلها، والمشاكل دي كلها للأسف شديد ما حدش هيقدر يساعدنا فيها غير الحكومة. طيب زي ما دكتور هل تقدمت للحكومه يعني مقترح او بمساهمه او بمشاركه من خلال منبر، من خلال حزب، من خلال انت توجهي للحكومه مباشره؟ صراحه انا الحاجه الوحيده الشخص الوحيد اللي حاول فعلا ساعدني انا واختي هو الدكتور حربي في المدابخ، هو عنده سامع حضرتك؟ اتفضلي يا استاذه منى، اتفضلي. دكتور حربي هو ساعدنا جامد من ناحيه ان هو بيشجعنا ان احنا نبتدي، احنا بنصدر شغلنا بس بيشجعنا ان احنا نحاول نتكلم مع حد في الحكومه يشوف احنا بنعمل ايه. يعني انا دلوقتي في نيويورك لسه كاتبين علينا ارتكل في سي ان 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 احنا بندعم مصر من ناحيه ان احنا بنشغل فوق 150 ست. تمام. وهم محترمين قد ايه انا واختي عاملين، بنحاول نشغل كل حد في مصر، بنحاول نطلع حاجات من مصر كويسه لبره، بس على قد ما احنا بنحاول في صعوبات، في العمله الصعبه موقفانا، في السوق نفسه كل حاجه مش عارفين ندخلها البلد. تمام.
ولو بندخلها البلد بندفع عليها الضعف. فبعد كده انت بتضطر بتحط سعر على المنتج بتاعك وما بتبيعش، تمام صح ولا لا؟ ففي مشاكل كتيره وصراحه انا مش عارفه يعني. يعني خلينا ان شاء الله يعني انا بشكرك في النهايه استاذه مناز عبد الرؤوف صاحبه لاحد المشروعات، كما اشكر ايضا الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل بجامعه القاهره، واشكر الاستاذ عبد الغني الاباصيري عضو اتحاد الصناعات. الموضوع في غايه الاهميه، المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تساهم وتشارك في وضع الاقتصاديات الدولية، وهي التي تساهم أيضا في بناء الدول، وكما شاهدنا أمثلة كثيرة في أوروبا وفي أمريكا وحتى النمور الآسيوية بنيت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية قصوى. بالطبع سيكون هناك عقبات لكن سنتغلب عليها بصورة أو بأخرى من خلال المقترحات والمشاركات، رئيسة من المسؤولين فقط وليس من المتخصصين فقط ولكن من الشارع كافة. دعوني أذهب مرة أخرى إلى زميلة ياسمين مرة أخرى للمشاركات والتعليقات التي ما زالت ترد حتى هذه اللحظة عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك. ياسمين، بالطبع ورد إليك الكثير من التعليقات والمشاركات، أرجو أن تقرأيها لنا مرة أخرى. شكرك يا مصطفى، مساء الخير مرة أخرى على كل مشاهدي ومتابعي البرنامج. فعلا التعليقات بتتزايد على هذا الموضوع. تعالوا نروح لتعليق من عبدو الشنهوري بيقول: شيء جميل جدا أن الدولة تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وياريت يكون في تسهيلات في البنوك بالنسبة للقروض. النهاردة الشباب بيعاني من الضمانات الكتيرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة، البنك بيطلب حاجات كتير بصراحة، ومن الآخر الغلبان ما زال تحت الأنقاض. وياريت تشوفوا تسهيلات تضمن حق البنوك وتكون في متناول الغلبان صاحب المشروع الصغير، وتحيا مصر بشبابها. أشرف فاروق بيقول: فكرة جيدة ونتمنى أن تحقق شعار اللامركزية مع الأفرع التابعة لها بالمراكز والمحافظات، وتنفيذ فكرة الشباك الواحد وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى لهذه المشروعات اللي بتتناسب مع كل منطقة على حدة، وتكون مساولة عن تنظيم المعارض للمنتجات وفتح الأسواق لها ودعم المتعثرين منهم. أما الفيومي محمد فرأيه أن يوجد كثير من الوزارات ليس لها أدنى فائدة، كما أنه من الممكن دمج بعض الوزارات في بعضها، فكل وزارة لا تتعاون مع الأخرى بشكل كافي مما يعيق حركة التقدم والإنجاز. أشرف فاروق بعت لنا تعليق آخر بيقول: في قرار جيد، لأن فكرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساسها تنمية المجتمع، وعندما تكون هذه المنتجات ذات جودة عالية وتحقق فائض في الإنتاج يسمح لها بالتصدير والمنافسة الدولية، كما أن المجتمعات تزخر بالعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى تنمية ودعم لكي تصبح قادرة على المنافسة والتصدير. تعليق آخر من ربيع أبو زيد بيقول: في معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعثر لأحد الأسباب التالية: نمرة 1 نقص التمويل أو التعثر في سداد القروض، نمرة 2 نقص خبرة صاحب المشروع واحتياجه للرجوع إلى مراكز الخبرة تتبع لجهاز المشروعات، نمرة 3 عدم مقدرة صاحب المشروع الصغير على تسويق المنتج سواء كان داخليا أو خارجيا. لذلك أتمنى إنشاء جهاز موحد يساعد صاحب المشروع على تخطي كل هذه العقبات. منى الفار بتقول: بعد السلام عليكم، طبعا هذا هام جدا لدوام النجاح وعدم التخبط الذي يؤدي لخسائر.